والله ابو خير. اليوم عندنا بنركب رجليتر حق البنجامين برودر عيار 25 ومعبيها معبيها 200 بار فيها 10 صدمات. نشوف سرعاتها تالي طفي وبعدين سبعمية وسبعين خلصت. أطيق بعد محالة وايد خربط. في أساس نشوف الاس دي مالها 20، اعلى رميه 776، اوطى رميه 712، الافرج 757، الفروق 64. بطفيه اركب الرجليتر نشوف ايش كذا اخذت هواء. رميت بحدود المحالتين. الهواء صار نزل على رقم 2 تقريبا. طفي وشوف القراءات. ركب الرجليتر ونشوف القراءات. السلام عليكم. خذينا القراءات. الحين بناخذ 8 صدمات بعد تركيب الرجليتر. 768
45 743 743 741 فنشوف الحين أعلى 760 طبعا هذه ليش يكون معبي يعني راد الهواء لازم تطيق صجمتين زين أو طبعا رمية أقل رمية 741 الاس دي 5.7 الفروق 19 عندنا بعد شنو الافريج 747 لو ساعة طقينا اول قبل ركب الريجليتر طقينا 8 صجمات مو اول محاله اللي خربطنا فيها اللي تالعتها كانت اعلى رميه 776 اقل واحده فيهم 712 متوسط يعني الافرج مالها 757 المعيار اللي هو الاس دي كان 20 والفروق 64.4 بعد الريجليتر اعلى رميه طبعا ليش مخزنه اعطتنا 760 اقل رميه 741 المتوسط 747 المعيار مالها 5.7 كان هني المعيار 20 الاس دي مالها هني صار 5 الفروق هني كان 64 هني صار 19 هذه بالنسبة حق البنجامين المودر عيار 25 طبعا هني بعد وصل 200 ليش ما كنت معبيها عدل والله يعطيكم العافية وسامحونا على السؤال.